جمعية كهرباء، هذه الجمعية هذه تأسست لأبناء لمرضى سيدي عمر، لبويا عمر اللي تحولوا من بويا عمر وجوا خدمات ملكية هنا وفرقوهم على المستشفيات. الأبناء ديالنا كانوا كيتوجهوا في هذا الجناح اللي هو جناح ديال الأمراض النفسية بالمسيك، المستشفى بالمسيك. طاقت المسؤولين ديال الصحة باش يحولوا هاد الأبناء ديالنا من هاد المستشفى الإقليمي اللي كان كاين يأوي 24 مصاب بالأمراض النفسية، اللي هما مصابين بأمراض نفسية ومن الواجب ديال الدولة الرعاية تعطيها لهم، وتعليمات صاحب الجلالة هي اللي طبقت وتنفذت وطبقت في إطار هذه التعليمات هذه اللي تعطات للجميع، اللي تعطات وزارة الصحة بناء على التعليمات. قامت وزارة الصحة بتوزيع المرضى بأمراض نفسية على المستشفيات اللي كاين موجودة بالمغرب. جو وليدات لنا هنا لهذا المستشفى الإقليمي بالمسيك. الآن هاد الناس حولوهم من هنا واحد السبيطار كاين في طريق مديونة، كان قديما كان يسمى بالمستشفى ديال الجدام. هاد السبيطار هذا مهجور وما بيهش حتى علامات لائقة بالصحة بتاتا، وما موافقش مع وليداتنا أمراض. والمهم والمشكل الكبير هما ما خبروناش حنا كأولياء أولياء هاد الأبناء هادو وكجمعية والدكتورة اللي مكلفة بهذا المستشفى راه عندها التعليمات كاملة ديال الجمعية وعندها لائحة ديال الأولياء المرضى. كانت تخبرنا على الأقل، القرار ما حناش ضده، ولكن هي كانت تخبرنا أولا ولينا وليداتكم راهم غادي نحولوهم من المستشفى بالمسيك لذاك السبيطار اللي هو كنظن حنا باقي ما شفنا شيء، ولكن ثم راكم باش طلعوا على الحالة اللي هو غير صالح لإيواء دوك المرضى. قبل من هادشي كانوا فيه 8 ديال الحالات من إصابات كورونا، قبل من هادشي كانوا 8 ديال الحالات من إصابات كورونا. هذا الجناح هذا حنا كانوا نشاوروا معنا، ماشي مشكل، كانوا نشاوروا معنا ووجدوا لنا شي جناح آخر ولا شي مستشفى آخر صالح للأبناء ويستقبل هاد المرضى. وحنا اللي في خدمة الوطن حنا خايفين على هذا العلاج، لانه دابا حاليا البلاد في حجر، وهما هذا الحجر غادي يخلفوه غادي يهزوا هاد الاولاد. يعني لابد يتصاب منهم شي حد، لان ما يضمن اش يضمن لنا بانهم ما يتصابوش في هذه الخرجه ديالهم. حنا منعونا من السياره ونشوفوهم، يعني جيت نزور قال لنا ممنوع السياره وتقبلنا الوضع عادي. دابا هما اتضح لانهم غادي ينقلوهم من جهه لجهه، يعني اش كيضمن لنا بان الاولاد ما غاديش تخاف، لا سيما غيديهم داك المكان غير لائق، ما فيه لا مراحل، ما فيه محلات باش يستحموا الاولاد، ما فيه التجهيز غير لائق، ماشي وما فيش اتساع، يعني غادي يتسع 24 واحد غير لائق. يعني حنا اللي كثروا منه هو انهم ما علموناش، ما عطاوناش الخبر بانه غادي حنا الناس كاولياء امور ما عطاوناش الخبر بانهم غادي ينقلوا هذا